السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم جميعا في اللقاء الأول في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي للفصل الأول، والتي سوف أعطيها لكم خلال الشهرين المقبلين بإذن الله تعالى. بالطبع هذا أول لقاء فيه أستعرض معكم أهم المواضيع الرئيسية التي سوف نتناولها خلال هذا الفصل. بالطبع في البداية أنا بحب دائما أبدأ بالمفاهيم في الاقتصاد الكلي، زي مفاتيح في الاقتصاد الكلي، تمهيد للدخول في المادة بعد ذلك. بالطبع نأخذ فيها بعض المفاهيم المهمة، مثل ماذا يعني الاقتصاد الكلي، بماذا يهتم الاقتصاد الكلي، التضخم ماذا يعني، البطالة ماذا تعني، ماذا يعني النمو الاقتصاد أو النمو الاقتصادي، ماذا يعني الحساب التجاري، ماذا يعني عجز في الحساب التجاري أو فائض في الحساب التجاري، ماذا يعني أيضا بعض المفاهيم مثل الاكتناز، مثل الادخار، مثل أمور أخرى، التضخم. كل هاي الأمور كمفاتيح سوف نتناولها مع بعض. أيضا سوف نتناول أيضا ماذا يعني الدورة الاقتصادية، وكيف أن الاقتصاد مكون من عدة قطاعات، هي القطاع رجال الأعمال وقطاع الأفراد والقطاع الحكومي والقطاع الخارجي. كل هذه الأمور سوف نأخذها من خلال المفاهيم، وأيضا من خلال المفاهيم سوف نستعرض أيضا الدخل الشخصي، الفرق بين الدخل الشخصي والدخل المتاح، وبعد ذلك ننتقل وندخل في صلب الموضوع، وهو التوازن في الاقتصاد، توازن الاقتصاد المغلق المكون من قطاعين، وتوازن الاقتصاد المغلق المكون من 3 قطاعات، وأخيرا توازن الاقتصاد المفتوح المكون من 4 قطاعات. وبعد أن ننهي ذلك ننتقل لدراسة بالتفصيل التضخم، ماذا يعني التضخم، كيف نحسب التضخم، ما هي الأثار السلبية للتضخم. ونفس النظام ننتقل لدراسة بالتفصيل البطالة، ماذا تعني البطالة، أنواع البطالة، الأثار السلبية للبطالة، كيف نعالج البطالة، إلى آخره من مواضيع تتعلق بالبطالة. وبعد ذلك ننتقل أيضا لنأخذ اللي هو أهم السياسات أو السياسات الاقتصادية، السياسات المالية التوسعية والسياسات المالية الانكماشية والسياسات النقدية التوسعية والسياسات النقدية الانكماشية. كل هذه الأمور إن شاء الله سوف نستعرضها سويا. بالطبع سوف يكون هناك لنا 12 لقاء في 12 أسبوع إن شاء الله، وإن شاء الله ننهي المادة حسب الخطة وحسب المقرر ما يتطلبه بإذن الله تعالى. بالطبع في عندكم أنتم اختبار وحيد، هو في نهاية السنة من 100 درجة، والمادة سوف تكون هذا الفصل سهلة بإذن الله تعالى ومبسطة للجميع، بحيث أن الجميع بإذن الله تعالى يستفيد ويخرج يعرف ماذا يعني، على الأقل عندما يسمع في التلفاز يتحدثون عن البطالة، عن التضخم، كل هاي الأمور يتحدث فيها يكون عنده إلمام في هذا الموضوع. إن شاء الله في أحد عنده نفس المذكرة. على كل حال يا محمد، المذكرة أنا بنزلها تباعا كل أسبوع بإذن الله تعالى، أو أسبوعين بنزل لك شرائح الباوربوينت في المنتدى، وأنت ما عليك إلا أن تلتزم بشرائح الباوربوينت اللي أنا حنزلها، أوكي؟ فما عندك أي مشكلة. هلأ سلمان زهران بيحكي عندي شرائح كاملة، لا في، خذ مني الشرائح الجديدة يا سلمان، خذ مني الشرائح الجديدة لأنه عم بعمل تعديلات أنا على الشرائح، فياريت الجميع يلتزم بالشرائح اللي أنا بنزلها، لأنه بدي أبسط أكثر شوي
فخذ الشرائح مني انا. فاذا عندك شرائح حتشوف بعض التغييرات البسيطه حتصير في الشرائح. ف كم عدد الشرائح؟ والله انا ما عديتهم يا سعاد، لكنه يعني بحدود 80 شريحه تقريبا، 80 شريحه تقريبا. فخذوا مني شرائح الجديده لانه ابديتد، يعني هي ابديتد. اوكي طيب. وما تخافوا المادة حتكون مبسطة واسهل ان شاء الله من اول، لانه اول في بعض الناس كانوا يواجهوا بعض المشاكل، فان شاء الله بتكون سهلة باذن الله تعالى. اوكي الان نبدأ في المحاضرة اليوم. بس حناخذ باذن الله تعالى بعض المفاتيح او مفاهيم في الاقتصاد الكلي. طبعا انتوا بتعرفوا علم اقتصاد، اخذتوه لما اخذتوا مبادئ اقتصاد جزئي اكيد في المستوى الثاني، وذلك العلم الذي يهتم بالاستخدام الامثل للموارد الاقتصاديه، لانه هذه الموارد اهم صفه تتصف فيها انها ذات ندره نسبيه، اي انها ليست موجوده في العالم بشكل مطلق، وانما موجود بشكل نسبي، وبالتالي يجب انه في الحاله هاي انه نحن نستخدم الادوات التي تجعلنا نستفيد من هذه الموارد المحدوده نسبيا باعلى منفعه ممكنه، من اجل اشباع حاجاتنا المتزايده بافضل طريقه ممكنه ولاعلى درجه ممكنه. وهذا هو اسمه التعظيم. اخذتوه انتم تعظيم المنفعه، تعظيم المنفعه من خلال ما لديك من موارد محدوده. اوكي بالتالي اذا كان الاقتصاد الجزئي كان يدرس سلعه وحيده، فالان سوف ندرس الاقتصاد الكلي مجموع السلع او الطلب على مجموع السلع. فاذا كان الاقتصاد الجزئي يدرس عرض سلعه وحيده الا وهي الطماطم، الاقتصاد الكلي سوف يدرس عرض جميع السلع في البلد، وهكذا. فهو يتعامل مع الاقتصاد كوحده واحده. فسوف ندرس الاستهلاك الكلي، الادخار الكلي، الانتاج الكلي، المستوى العام لكل الاسعار وليس لسلعه واحده، وهذا وبالطبع امور اخرى. فنبدا باهم المفاهيم اللي هو التضخم. بالطبع التضخم هو يهتم بالمستوى العام للاسعار، ليس لا يهتم التضخم بسلعه وحيده يعني كالطماطم. فاذا ارتفع سعر الطماطم في البلد هذا لا يعتبر تضخم، يجب ان يرتفع سعر او اسعار سله من السلع. فالتضخم هو الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للاسعار. بالطبع هذا الكلام التضخم سوف ناخذه بالتفصيل في باب او جزء مستقل اسمه التضخم، وايضا البطاله سوف ناخذها بالتفصيل لاحقا، التي تعرف بانها تعطل لجزء من قوه العمل الراغب والقادر عمل عند الاجر السائد. بالتاكيد سوف ناخذ ايضا كيف نحسب لاحقا كيف نحسب معدل البطاله، يعني لما يعطيك ارقام كيف بالسنه المعينه والسنه السابقه كيف تحسب معدل البطاله في البلد من خلال او نمو معدل البطاله او نفس معدل البطاله اللي هو انا حطيته الان، لكن حرجع له لاحقا لكي ناخذ عليه مثال رقمي، لكن الان نحن نعطيهم بشكل سريع. فمعدل البطاله هو عدد العاطلين عن العمل على اجمالي القوه العامله. فالان نحن بنمشي بشكل سريع، ومش نسبة بطالة في أمريكا أو نسبة بطالة في أمريكا هي تحسب تماما كما تحسب مع نسبة البطالة في السعودية، يعني يا سلمان الزهراني. فإذا زاد عدد العاطلين عن العمل بتزيد معدل البطالة، وإذا قل عدد العاطلين عن العمل بتقل معدل البطالة بالطبيعة. لكن كل الأمور هاي نحن حناخذها بالتفصيل الكامل لاحقا باذن الله تعالى. بالتاكيد اكيد البطاله
في امريكا زادت لانه دخل الاقتصاد الامريكي قبل عده سنوات اعتبار من سنه 2008 نتيجه الازمه الماليه اللي ضربت الاقتصاد الامريكي، دخل في ركود اقتصادي. فلما دخل الاقتصاد في ركود اقتصادي ادى ذلك الى زياده معدلات البطاله في امريكا مثلا. والعكس صحيح، الان الاقتصاد الامريكي في اخر سنتين صار عنده نمو اقتصادي او ازدهار اقتصادي، فانخفضت معدلات البطاله في امريكا اخر سنتين او ثلاث سنوات. لاحظنا ان معدلات البطاله انخفضت نتيجه النمو الاقتصادي اللي حدث في امريكا. اوكي، في سنه 2013 اعتبار من سنه 2013 او 14 2014 حتى الان اخر ثلاث سنوات. فبالتالي هذا هو البطاله اللي حناخذه لاحقا زي ما ذكرت. بالطبع في عندي مصطلح مهم جدا 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 في الاقتصاد نسمعه دائما، وهو اهم مصطلح في الاقتصاد الكلي، اللي هو النمو الاقتصادي او معدل النمو الاقتصادي. هذا يقصد فيه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي. وبالطبع تعريف الناتج المحلي الاجمالي انا جاي في لاحقا، لكن مش غلط اذكره، هو اجمالي انتاج كل شيء في البلد، ما ينتجه جميع القطاعات في البلد من البان، من نفط، من تمر، من او سواء سلع او خدمات. هذا حناخده نحن، خلينا اشوف الشريحه اللي بدي اخده فيه، لكن انا حاعطيكم اياه في شريحه لاحقه ان شاء الله. مش عارف الشريحه، هاي الشريحه السادسه ان شاء الله. هي هون، هي الناتج المحلي الاجمالي، خلينا ناخده ما دام ذكرته انا، خلينا ناخده الان. هو القيمه النقديه لاجمالي ما ينتج في الاقتصاد من سلع وخدمات ضمن حدود البلد. طبعا لانه محلي، في عندنا شيء اخر اسمه القومي، هو القيمه النقديه اجمالي منتجه فقط حاملي جنسيه هذا البلد، يعني السعوديين فقط. يعني لما احكي الناتج القومي الاجمالي للسعوديه فقط ما ينتجه السعوديون، سواء كانوا مقيمين في السعوديه او مقيمين في امريكا او مقيمين في بريطانيا او فقط لا غير. اما المحلي فهو ما ينتج داخل حدود البلد، داخل حدود البلد، شايفين؟ يعني داخل حدود المملكه العربيه السعوديه، سواء تم انتاجه من طرف السعوديين انفسهم او من طرف الاجانب. بمعنى ان الباكستاني او البنغالي المقيم الذي يعمل وينتج في مصنع البان المراعي، هذا انتاجه يدخل ضمن الناتج المحلي الاجمالي السعودي، لانه يعمل ضمن الرقعه الجغرافيه للمملكه العربيه السعوديه. اوكي، بالطبع هذا اسمه محلي. أما القومي فقط ما ينتجه المواطنون السعوديون حاملي الجنسية السعودية، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو مقيمين خارج المملكة. أوكي؟ فهذا الفرق بينهم. لكن الناتج المحلي الإجمالي هو ما ينتج داخل البلد من سلع وخدمات. خلينا نرجع للشريحة اللي كنا نحكي فيها، لأنه حكينا نحن هو مقصود فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. جيد، وهو يعتبر احد اهم اهداف السياسه الاقتصاديه، اهم اهداف السياسه الاقتصاديه في البلد. ليش؟ لانه بالتاكيد هو مربوط في كل شيء في البلد. يعني اذا صار عندك نمو اقتصادي في البلد، نمى الناتج المحلي الاجمالي، البطاله حتنخفض. فلما تنخفض البطالة والدخل حيزيد، ولما يزيد الدخل حيقل الفقر، ولما يقل الفقر مربوط، فهو مربوط في أشياء كثيرة. يعني كثير مؤشرات في البلد تتحسن نتيجة النمو الاقتصادي، لكن شو العوامل اللي بتؤدي إلى ارتفاع هذا المعدل النمو الاقتصادي؟ هناك أربع أو خمس عوامل. أول شيء، أول عامل توظيف جميع عناصر الإنتاج، أي عدم وجود بطالة. فليش؟ لأنه لما يكون
سواء المقصود فيه توظيف جميع عناصر الانتاج، عدم وجود بطالة في عناصر الانتاج اللي هي سواء بشرية او غير بشرية، يعني عدم تعطل عناصر الانتاج من جرافات، من آلات، من ماكينات، من اراضي، من هذا هو عناصر الانتاج بالاضافة للعنصر البشري او الا وهو العمال. فعناصر الانتاج تشمل جميع عناصر الانتاج وليس فقط مقصوره على العمال، انه في بطاله عندنا، بطاله ممكن تكون بطاله في عنصر العمل، ممكن يكون عندك بطاله في عنصر الراسمالي، العنصر الراسمالي اللي هو الالات، الجرافات، الكمبيوترات، الماكينات الى اخره. جيد. في ناس بيحكوا الصوت يقطع، خلينا نتأكد، هل الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ شكرا. ممكن يكون الانترنت مرات عندك ضعيف، بعض الناس الانترنت بيكون ضعيف عندهم او يقطع فبصير قطع، لكن الصوت واضح. فنكمل الان. السبب الثاني او العامل الثاني المهم اللي بيؤدي الى ارتفاع النمو الناتج المحلي الاجمالي في البلد هو التوظيف الأمثل للموارد، بمعنى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بمعنى الاستغلال الأمثل لكل عنصر إنتاجي بحيث يعطيني أعلى إنتاجية له، بالتالي هذا بيؤدي إلى زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي. أوكي. السبب الثالث او العامل الثالث المهم اللي بيؤدي الى ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي هو زيادة التراكمات الرأسمالية، وهي مربوطة بالارباح. يعني تراكمات الرأسمالية، كل ما زاد تراكم الرأسمال كل ما زادت قدرة الاقتصاد على تحقيق معدات نمو اقتصادية اعلى. وهذا الكلام صح انا لم اذكره، لكن كل ما زادت ارباح الشركات واستطاعت الشركات في البلد تحقيق أرباح أعلى، كل ما كان عندها قدرة، كل ما زادت قدرتها على إيش؟ على تراكم رأس المال، لأنها سوف تقتطع هذه الشركات التي حققت أرباح جزء من هذه الأرباح وتقوم بعملية إعادة استثماره أو وضعه في الاقتصاد من خلال شراء آلات جديدة، من خلال صيانة واستحداث الآلات الجديدة، صيانتها وإدخال تعديلات وتقنيات جديدة عليها، فهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. أربعة، الاستثمار في الموارد البشرية. بالتأكيد الاستثمار في الموارد البشرية مهم جدا، عشان هيك نشوف كتير حكومات بتولي التعليم والتدريب أهمية مطلقة، ونحن عندنا في المملكة العربية السعودية أعلى انفاق حكومي كنسبة موجه للتعليم وللصحة، على اعتبار صحة الانسان من تعليمه، يعني الجسم السليم في العقل السليم. فمنلاقي 60% او 70% من انفاق الحكومة السعودية يذهب الى التعليم والصحة، والباقي 40% للقطاعات الاخرى، لانه العمالة المدربة والجيدة التدريب انتاجيتها اعلى من العمالة قليلة التدريب او الجاهلة، وبالتالي العمالة المهرة عندهم قدرة اعلى من العمالة غير المهرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. رائع. وهذا هو اسمه الاستثمار في رأس المال البشري. الاستثمار في رأس المال البشري هذا جدا مهم للنمو الاقتصادي. حنان تسألنا دكتور المصطلحات الإنجليزية معنا؟ لا المصطلحات الإنجليزية هذا الفصل ليست معكم. لا يا حنان، لا يوجد مصطلحات إنجليزية هذا الفصل معكم. عايدة بتحكي الحمد لله. طيب ماشي، لكن أنا حطتها إنك تعرفيها، يعني تعرفي يعني شو يعني نمو اقتصادي، economic growth، يعني إذا سمعتي كلمة economic growth بتكون مربوطة، فكل مصطلح أنا حاطط جنبه الإنجليزي، مثلا بعض حاطط جنبه الإنجليزي على أساس إذا سمعتيها في التلفزيون، سمعتيها في
قرأت ارتكل، قرأت بيبر، قرأت شيء في ايكونوميك جروث، تعرف شو يعني. طيب اخيرا خمسة، استفاده من اقتصاديه الحجم. اكيد اكيد اقتصاديه الحجم مقصود فيها المشروعات، كل ما توسع المشروع اكثر كل ما كان انتاجه اكبر. لما يزيد انتاجه شو بيصير؟ متوسط التكاليف الكليه حتنخفض. لما تنخفض متوسط التكاليف الكليه بحقق الشركه ارباح اعلى. لما تحقق الشركه ارباح اعلى شو بيصير؟ بيزيد تراكم راس المال. لما يزيد تراكم راس المال بيزيد معدل النمو الاقتصادي. هذا هو المقصود فيه بكل بساطه. ممتاز. في شيء الان مفهوم بالطبع نحن نرجع له، هذا المفهوم الحساب التجاري commercial account. هذا الحساب التجاري حنرجع له لما نحكي على الاقتصاد المفتوح، لما ناخذ بعد في اللقاء الرابع او الخامس حناخذ شيء اسمه الاقتصاد المفتوح. فالاقتصاد المفتوح يعتمد على الصادرات والواردات. فالحساب التجاري هو صافي التجارة الخارجية، بمعنى قيمة ما يصدره البلد إلى الخارج مطروحا منه قيمة ما يستورده البلد من الخارج، اللي هو X ناقص M، الصادرات ناقص الواردات. فX الX تعني الصادرات اللي هي بالإنجليزي الإكسبورتيشن، والM تعني الواردات اللي هي importation. importation ليش انا حاطط الصادرات بالموجب والمستوردات الام قبلها سالب؟ ليش؟ ببساطة لانه لما انا اصدر كسعودية النفط للخارج، سلعتي النفط للخارج، الخارج بدفع لي دولارات فبيجيني فلوس، عشان هيك الصادرات بالإكس بالموجب. أما أنا كسعودية لما أستورد السيارات اليابانية أو الكورية أو الألمانية، أنا أدفع لألمانيا قيمة هذه الصادرات بالعملة الصعبة. فلما أنا أدفع جزء من دخل القومي بعطيه، أو من إنتاجي الذي يحول إلى قيمة نقدية بدفعه للألمان او لليابانيين او كذا، فيخرج من الاقتصاد السعودي الى الخارج. فعشان هيك حطيناه بالسالب المستوردات، لانه يخرج عملة صعبة الى الخارج من السعودية. برافو. الان هذا الحساب التجاري له ثلاث حالات. اما بيكون متوازن، بمعنى قيمة ما نستورده يساوي قيمة ما نصدره، أو بيكون في عجز في الحساب التجاري عندما يكون قيمة ما نستورده من ألمانيا ومن بريطانيا ومن اليابان ومن كذا أكبر من قيمة ما نصدره لهم من سلع وخدمات، ويكون هناك فائض في الحساب التجاري إذا كان قيمة ما نصدره نحن كسعوديين الى الخارج من نفط، من تمر، من البان، يزيد اكبر من قيمة ما نستورده من الخارج من سلع وخدمات، من سيارات، من آلات، من كمبيوترات، من جرافات الى اخره. بكل بساطة فهدول لازم بكل بساطة تعرفوهم متى بيكون الحساب متوازن، لما يكون يساوي بعض، متى بيكون عجز، ومتى بيكون هناك فائض. هذا أمر بسيط جدا. رائع. ننتقل الآن لشيء اسمه نسمع فيه الطلب الكلي والعرض الكلي. في الاقتصاد الجزئي انتوا أخذتوا، لما كنتوا تاخذوا الطلب كنتوا تاخذوا الطلب على سلعة وحيدة. أوكي؟ الطلب على سلعة التفاح، او الطلب على سلعة الطماطم، او الطلب على سلعة مثلا اي خضار، بيكون لها سلعة وحيدة وسعرها سعر سلعة وحيدة. الان في الاقتصاد الكلي لما نتكلم عن الطلب، نتكلم عن الطلب على كل السلع في البلد من جميع الافراد، يعني مني انا وانت وهي،
طلبنا كلنا على كل السلع والخدمات وليس على سلعة وحيدة. أوكي، هذا في الاقتصاد الكلي نتكلم على الكل وليس على الجزء. هذا الغشي ممكن تعيد العجز والفائض. العجز والفائض نحن حكينا، نرجع عجز في الحساب التجاري بكل بساطة. العجز لما يكون قيمة الصادرات السعودية ما تصدريه أنت أو من نصدره كسعوديين إلى الخارج من نفط، من تمور، من ألبان، أقل من ما نستورد نحن من سيارات، من آلات، من كمبيوترات من الخارج. هنا يكون في عندك عجز. أما بيكون عندك فائض لما يكون ما تصدريه أنت، قيمة ما تصدريه من نفط ومن تمور ومن ألبان مثلا، أكبر بكثير من قيمة ما تستورديه من سيارات وكذا. فهمت علي؟ فبيكون عندك فائض. ليش؟ لأنه أنت لما تصدري، فرضا صدرتي 100 مليار دولار نفط إلى الخارج، واستوردتي من الخارج سيارات قيمتها 50 مليار، فالفرق بين 100 و50 فائض 50 مليار في السعودية. أما لو كان العكس، لو نحن صدرنا نفط للخارج 50 مليار واستوردنا سيارات 100 مليار، حيكون عندي عجز في الحساب التجاري قيمته 50 مليار. انت علي؟ بالضبط، برافو عليك. نرجع للطلب الكلي. فالطلب الكلي هو اجمالي الانفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين، بمعنى اجمالي انفاق القطاعات الاقتصادية المختلفة. بمعنى شوف، في الاقتصاد في اربع قطاعات مهمة تنفق، هي من تنفق. اولا القطاع الافراد، هنقولها بالتفصيل بعدين، انا بذكرها الان سريعا لكن هنرجع لها بالتفصيل 100% كامل هذا بعدين. اول قطاع اسمه قطاع الافراد. قطاع الافراد هو ينفق على سلع وخدمات داخل البلد. فانفاق انا وانت وهي على، يعني انا باخذ راتبي وانت بتاخذ راتبك وعامل اخر في مصنع بياخذ راتبه، هذا قطاع الافراد. او القطاع العائلي، بده يشتري خبز، بده يشتري ملابس، بده يشتري نفط، بنزين، بده يشتري، بده يشتري اشياء كثيره، بده ينفق. فانفاقه ما هو الا طلب على السلع، فهذا اسمه الطلب الاستهلاكي اللي هو سي، رمزه سي، لازم تعرفوه، رمزه سي. في عندنا قطاع اخر ثاني اسمه قطاع رجال الاعمال. قطاع رجال الاعمال ينفق، لكنه ينفق على شراء السلع ليس الاستهلاكية، وانما ينفق على شراء السلع الرأسمالية. يعني يريد ان يستثمر، يعني يشتري الجرافة ليبني مبنى ويستثمر، يشتري كمبيوترات، يشتري آلات، يشتري ماكينات لينتج الملابس او الاحذية. اذا هو ينفق، قطاع رجال الاعمال ينفق، لكن ينفق على شراء السلع الاستثمارية او الرأسمالية الداخلة في العملية الانتاجية. فهذا اسمه الطلب الاستثماري، الاي من investment. الطرف الثالث في الاقتصاد المهم هو الحكومة. الحكومة تنفق ايضا، تنفق انفاقها على الجامعات، على المدارس، على انشاء الجسور، على انشاء الشوارع، على ما اعرف شو. في انفاق حكومي، هذا انفاق حكومي اسمه الطلب الحكومي ايضا، الجوفرمنت جي، جوفرمنت اكسبنديتشر. اخيرا الانفاق الخارجي اللي حكينا فيه قبل شوي، انفاق المانيا واليابان والاردن على شراء النفط السعودي او على طلب السلع السعوديه. هذا الطلب الخارجي
من الأردنيين أو من الألمان أو من الكوريين على النفط السعودي أو على السلع السعودية من تمور من ألبان من نفط اسمه الطلب الخارجي أو الإنفاق الخارجي، وبنرمز له بالرمز X ناقص M صافي التجارة الخارجية، صافي التجارة الخارجية. أما نحن السعوديين لما ننفق على شراء السيارات اليابانية فهو انفاق على السلع اليابانية، بنحطه بناقص ام اللي اخذناها قبل شوي الان في الشريحة هون اكس ناقص ام، شفتوها؟ ايوه رائع. فهاي هي الانفاق الخارجي على السلع السعودية وانفاق السعوديين على السلع الاجنبية. بالضبط امبير الزهراني، هل يدخل في انفاق في الواردات وتحويله الى استثمار وتصديرها؟ يعني هذا بدك انت الانفاق الخارجي، انت بتاخذ من السعوديه انفاق خارجي، يعني الالمان لما يشتروا النفط السعودي والاردنيين لما يشتروا التمور من السعوديه فهم ينفقون، فهو كانه طلب على السلع السعوديه، فهو طلب، هو طلب على السلع السعوديه. الانفاق الخارجي له رمز، هيو رمزه اكس ناقص ام، رمز الانفاق صافي الانفاق الخارجي اكس ناقص ام، لانه كمان السعوديين ينفقون. بالطرف الاخر السعوديين ينفقون على شراء سلع اجنبيه، هو اكس انفاق الخارج على السلع السعوديه ناقص ام انفاق السعوديين على شراء السلع الاجنبيه. فهمت علي؟ ليش ناقص؟ ناقص لانه يخرج من الاقتصاد السعودي الى عمله صعبه الى الخارج لكي تشتري السلع اليابانيه، بدك تدفع لهم بالدولار او بالين الياباني، فانت تضطر انك تدفع لهم، لما تدفع لهم يخرج من عندك الى الخارج. اما هم لما يشتروا النفط السعودي بدفعوا لك. فعشان هيك اكس موجبه وام سالبه. برافو. ننتقل الى العرض الكلي. برافو خالد، صحيح. الفرق بين الصادرات والواردات بيعطيك صافي التجاره الخارجيه، بيعطيك صافي التجاره الخارجيه. الان العرض منحنى امكانيات الانتاج، لا مش معاكم، مش معاكم، لا لا لا، منحنى امكانيات الانتاج مش معاكم. الان العرض الكلي، نحن اخذنا الطلب الكلي، الان بدنا ناخذ العرض الكلي. العرض الكلي لازم تعرف انه مرتبط بالانتاج الكلي في البلد، بمعنى الانتاج الكلي من السلع والخدمات، اجمالي ما ينتجه البلد من سعر خدمات خلال فترة زمنية معينة. أكيد نحن سنة، عادة لما أحكي فترة زمنية معينة عادة سنة. الآن في التوازن، متى يحصل التوازن في الاقتصاد الكلي أو يتحقق التوازن؟ أخذته في الاقتصاد الجزئي، يتحقق التوازن في الاقتصاد الجزئي لسلعة وحيدة عندما يكون الطلب على هذه السلعة يلتقي مع العرض من هذه السلعة. عند التقاء منحنى الطلب على السلعة مع منحنى العرض على سلعة وحيدة يتحقق التوازن. وفي الاقتصاد الكلي متى يتحقق التوازن؟ عندما يتساوى الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات مع العرض الكلي من جميع السلع والخدمات، نفس المبدأ. يعني عندما الطلب الكلي يساوي العرض الكلي في نقطة الالتقاء، منحنى العرض مع منحنى الطلب، يتحقق التوازن. الآن بدنا نشوف التدفق والرصيد، شو الفرق بينهم؟ كان تدفق ورصيد. لم يكون الطلب نفس العرض. عندما يكون سوسن الطلب هو نفس العرض. صح. بتحقق توازن. وانت اخذتي مبادئ اقتصاد جزئي. موضوع بسيط جدا يعني. لما يسوي بعض بيكون عندك توازن، عرفتي؟ عندما يكون الطلب اعلى من العرض ما بيكون توازن. او العكس، لما يكون الطلب اقل من العرض انه ما بيكون توازن. بتحقق التوازن فقط عندما يتساوي الاثنين مع بعض. التدفق الان والرصيد، التدفق او التيار هو التغير خلال فتره زمنيه معينه. مثال على ذلك الدخل، الانتاج، الانفاق، الاستهلاك. اما الرصيد كميه ثابته في لحظه معينه، مثل الثروه، راس المال، التوظيف، كلها تعتبر هذا ارصده. ليش؟ افهمك ليش؟ شو يعني التدفق؟ التيار، لأن في ناس ما بيفهموه إلا، بخليني أعطي مثال. شو يعني استهلاك؟
يعني تدفق. انت تستهلك اليوم، تاكل خبز اليوم وتاكل خبز غدا وتاكل خبز بعد غد، بمعنى انت لا تتوقف عن الاستهلاك. فهو عباره عن تيار من الاستهلاك اليوم وبكره، من جمعه مع بعض مستمر. ايوه مستمر، من جمعه مع بعض استهلاكه اليوم وبكره وبعده وبعده، وبنعرف اخر الشهر تجميعهم، عمليه تجميعهم كم تستهلك خبز في نهايه الشهر. فهمت علي؟ وايضا الدخل عباره عن تيار، انت ياتيك دخل بشكل مستمر، تعمل من يعمل ياتي دخل بشكل مستمر، فكل شهر نهايه كل شهر ياتيك دخل، الشهر اللي بعده دخل، الشهر اللي بعده دخل، هو عباره عن تيار. شايف علي؟ الانفاق عباره عن تيار تدفق مستمر، انت اليوم تنفق وغدا تنفق وبعد غدا تنفق، بغض النظر على ماذا تنفق. تنفق اليوم تشتري خبز، غدا تشتري خبز وتمر، بعده تشتري بنزين، بعد فهو عباره عن تيار متجدد زي ما حكى خالد، مستمر وسوسن. برافو. اما الرصيد فهو كميه ثابته في لحظه معينه. كيف؟ يعني انت اشتريت ارض، الارض تعتبر من ضمن الثروه. اشتريت ارض، الان انت الارض هاي جزء من ثروتك، زي عندك تمتلك مثلا كيلو ذهب. الان هذا الذهب اليوم يختلف رصيده عن غدا، بمعنى الارض اليوم كان سعرها مثلا 100,000، ممكن بعد شهر ينزل او بعد سنه ينزل سعر الاراضي في السعوديه، او يصير ركود في العقارات في السعوديه، فتصبح قيمه ارضك اللي كانت قبل 100,000 تصبح الان كميه في لحظه معينه اقل مما كانت سابقا. الذهب افترض عندك انت ثروه ذهب، 100 عندك كيلو ذهب، فكيلو الذهب هذا اليوم بسألك كم ثروتك، تحكي له والله انا عندي كيلو ذهب، سعر الذهب اليوم بالسوق كذا كذا، ثروتي كذا كذا، او رصيدي من الذهب كذا كذا. بعد يومين ثلاثه انخفض الذهب 5%. اذا بسألك كم رصيدك، اذا كميتك في لحظه معينه يمكن ان تختلف بين لحظه واخرى. يتذبذب كما يتذبذب السهم في البورصه، ايضا الاسهم في البورصه تعتبر من ضمن الثروه وهي رصيد. اليوم لو اسالك كم ثروتك او ارصد اسهمك في البورصه، بتحكي لي والله 100,000، بكره انهارت البورصه بكره واصبح انهارت 50%، اصبح رصيدك بالبورصه مش 100,000، 50,000. اذا هو كميه ثروته في لحظه معينه. اذا هنا الدخل والثروه زي ما شفنا، الدخل هو تيار، والثروه هي الثروه اللي من ضمنها الارض والذهب والاسهم والسندات، هي عباره عن رصيد الفرد في لحظه معينه. ممتاز. اذا فهمنا شو الفرق بين التدفق والرصيد اللي هو اخذنا امثله عليهم، اتوقع انكم فهمتوها بشكل جيد. نرجع لموضوعنا اللي حكينا فيه، نحن حكينا فيه في معرض حديثي في الشريحه الاولى. في الشريحه الاولى ذاكرين هنا او الشريحه الثانيه، والله ماني عارف، الشريحة الثانية أتوقع. لما حكيت عن النمو الاقتصادي، حكيت هو معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي، وقلت لكم تعريفه، ها هو، سوري، قلت لكم تعريفه هو القيمة النقدية المحلي لإجمالي ما ينتج داخل البلد أو في الاقتصاد من سلع وخدمات وضمن حدود بلد، معني سواء من طرف السعوديين أو غيرهم خلال فترة زمنية معينة. بالطبع هذا التعريف بيستبعد ما يعود على المواطنين من عوائد مالية وتحويلات نقدية من الخارج، نظير مساعدات، يعني إذا كان في سعودي يعمل في أمريكا أو سعودي يستثمر في أمريكا وقام بتحويل مبالغ إلى داخل السعودية، هاي المبالغ لا تدخل من ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وإنما تدخل من ضمن الناتج القومي الإجمالي. فهمت علي؟ بمعنى الامير الوليد بن طلال لديه، انتم بتعرفوا، استثمارات كبيره في امريكا، مستثمر في تويتر ومستثمر في جوجل ومستثمر، عنده استثمارات. في نهايه السنه
ربحت تويتر، اشياء ارباح من تويتر، ارباحه قام بتحويلها الى المملكه العربيه السعوديه. هذه الارباح لا تدخل، هذه التحويلات اللي حولها للسعوديه لحسابه في السعوديه لا تدخل ضمن الناتج المحلي الاجمالي للسعوديه، وانما تدخل ضمن الناتج القومي للسعوديه. فهمت علي؟ ايوه ممتاز، هذا هو المقصود فيها. يستبعد منها هنا ما يعود على المواطنين من عوائد ماليه وتحويلات نقديه من الخارج نظير مساعدات او استثمارات لهم في الخارج، وكذلك دخل المواطنين الذين يقيمون في الخارج. يعني السعودي الذي يعمل في امريكا وينتج في امريكا، او السعودي الذي يعمل في مصنع جنرال الكتريك في امريكا ينتج، انتاجه لا يدخل ضمن الناتج المحلي الاجمالي، لا يحسب ضمن الناتج المحلي الاجمالي، وانما يحسب ضمن الناتج المحلي الاجمالي لامريكا، ولا يحسب ضمن الناتج المحلي الاجمالي للسعوديه. السعودي الذي يعمل في امريكا يحسب انتاجه ضمن القومي السعودي، صح؟ هذا الناتج القومي السعودي جروس ناشونال برودكت، هو ما ينتجه فقط مواطنو البلد السعوديين فقط، سواء كان انتاجهم ضمن حدود السعودية او خارج السعودية، اضافة اكيد الى العوائد المالية والتحويلات النقدية من الخارج نظير مساعدات او استثمارات لهم في الخارج، وهو بذلك اكيد يستبعد انتاج غير المواطنين حتى لو كانوا ضمن حدود البلد المعني. برافو. اذا فهمنا الفرق بين الناتج المحلي الاجمالي gross domestic product والناتج القومي الاجمالي gross national product. ننتقل لنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين. بالطبع فرضيات النموذج بتحكي انه لدينا اقتصاد مكون من قطاعين، اللي هم قطاع العائلات الافراد اللي حكيت لك عليه قبل شوي، وقطاع المستثمرين او رجال الاعمال او قطاع المنتجين. هذا اقتصاد مغلق مكون من قطاعين. فالدخل، شوف الدخل القومي، يا هبه، الدخل القومي يا هبه بكل بساطه قومي ناشوناليتي، اللي يحمل جنسيه البلد، فقط من يحمل جنسيه البلد، هو انتاج من يحمل جنسية البلد فقط لا غير. يعني السعوديين ما ينتجوه في السعودية، او السعودي اللي بيشتغل في امريكا، او السعودي اللي بيشتغل في المانيا، او السعودي اللي بيشتغل في الاردن، انتاجه او دخله في الاردن ودخله في امريكا ودخله في المانيا يجمع مع دخل السعوديين داخل السعودية وبيعطيك الناتج القومي الاجمالي. عرفت علي؟ هذا هو بكل بساطة. حنخدهم الانتعاش والرواج بعدين يا بدرية، بس حنخدهم بعدين، حطيتهم في شرائح لاحقة. بدرية تسألني هل نعم حنخدهم بالدورة الاقتصادية، بدرية بالدورة، بشيء اسمه الدورة الاقتصادية بعدين. اوكي الان نكمل، نرجع وين انا كنت. انا في نموذج التدفق الدائري، لانه بدنا ناخذ هاي نموذج التدفق الدائري وننهي، او ممكن ناخذها المره القادمه، انتهت محاضرة الان، ممكن هذا نموذج التدفق الدائري ناخذه المره القادمه، لانه واضح انه 5:15 وانتهى، خلاص ناخذه اخر 3 شرائح ناخذها المره القادمه، بحيث انه نبدا بالموضوع في بدايته، لانه بنهايه المحاضره نبدا بموضوع زي هيك حيكون شوي صعب عليكم، خليها في بدايه محاضره افضل. هذا نموذج التدفق الدائري بنفهم اكثر. دكتور موقر، هل هناك ملخص؟ احمد، نحن بجزء انت دخلت متاخر يا احمد، لكن الملخص حنزل لك شرائح تباعا، كل اسبوع حنزل لك شرائح ابديتد، انا حاملها ابديتد وجديد، شرائح يعني عليها تعديلات وعليها بعض الامور، فلا تخاف حتنزل وحتدرسها واعتمد عليها وتنجح باذن الله تعالى، ما دام عم تحضر معي المحاضرات، وما دام عم بتتابع، ما دام عم تدرس اول باول، ثق حتعمل مراجعه شامله في قبل الاختبار وتدخل وتنجح 100%. ان شاء الله بكره او بعده، خلال اسبوع، بنزلها باذن الله تعالى، بنزل لك شرائح
الاولى هاي تبعت المحاضره تبعت اليوم خلال اسبوع باذن الله تعالى. اوكي، وهي سلمان بنصحك اعتمد على الشرائح. بالضبط، هاي سلمان كلامه سليم 100%، اعتمدوا على الشرائح. اوكي، فلا ما في كويزات، في الشرح نحن اللي بننزل لكم اياهم، وبنزل لكم في المنتدى بعدين بعض الاسئله وحلولها. انا لان سالتني سؤال مهم الاخت، الاخت مين راحت هي ذهبت، بس سالتني سؤال مهم، حكيت انه كويزات ما كويزات، ف عايده يبدو عايده، فحنزل لكم انا اسئله بعض التمارين، اسئله بعدين في المنتدى بنزل لكم اياهم مع حلها، عشان تعرف كيف طريقه اسئلتي في الاختبار، ونوع من نوع من التدريب لك عشان تتدرب على الاختبار، يعني اسئله مع حلها مع امور اخرى، عرفت علي؟ فلا تخاف، حنزل لك اياها بعدين في مرحله لاحقه. هي يا دكتور كم محاضره في الاسبوع؟ واحد يا تركي، انا ذكرت انه محاضره واحده فقط لا غير. والله صعب اغير تاخذ محاضره، لان انا عندي محاضرات اخرى في ايام اخرى، هذا المشكله، وعندي ارتباطات، يعني انا من عندي ارتباطات اخرى، وارتباطات اخرى عائليه، سواء عائليه او ارتباطات في العمل. يعني عدد المحاضرات حيكون 12 اسبوع يا صالحه، 12 لقاء باذن الله تعالى. المحاضرات مسجلة مهمة؟ لا، فقط المحاضرات اللي أنا بعطيها لسمية هي المهمة، يعني هاي إلا إذا بدك تستزيدي ممكن تلجأ إلها، شيء آخر هذا. عايدة إذا في حدث هو ضمن اللقاءات، يعني بتشوفيها يا عايدة ضمن اللقاءات وضمن ال شو اسمه الشرائح بإذن الله تعالى. كل أسبوع بنفس التوقيت يا فاطمة، في الساعة 4:30 بإذن الله تعالى. وهي سلمان استودعنا الله وغادر. أوكي، الله معك يا سلمان. طيب يا شباب، معناته بنزل لكم بالمنتدى هاليومين الشرائح، هاي شرحناها اليوم، مثلا تكون معك، وكل أسبوع بنزلها، وأدرس أول بأول. نصيحتي لك عشان تنجح يا أخي، ادرس اول، ما تدرس قبل الاختبار بيومين او اسبوع، رجاء اذا بدك تنجح ادرس اول، وتبدا اللقاءات الحيه وامورك ممتازه، كل العمل كل اللي اخذ بنصائحي كلهم نجحوا بلا استثناء. اوكي، طيب يعطيكم الف عافيه، ونلتقي الاسبوع القادم باذن الله تعالى. في تغريده بتسالني، اذا سمحت يا دكتور بعد اذنك لو تنزل شرح قبل كل محاضره. هو انا عم الشرائح عم بعمل عليها تعديلات، بعمل ابديتنج على الشرائح يا تغريد. هي لو كانت زي ما هي حنزلها كان بنزل فيها مره واحده، بس انا عم بعمل، وانا متاكد انه في ناس كانوا معي حضروا محاضره اليوم وشافوا بعض التعديلات. انا متاكد انه في ناس حضروا معي اليوم وشافوا بعض التعديلات، انا متاكد اللي حضر معي اول وحضر معي اليوم شاف بعض التعديلات وعمل بعض التعليقات، لانه سال على بعض الشرائح حكيت له بعدين حنحطها، فهناك ابديت هذا، فانا مضطر اني اعمل هيك. فيعطيكم الف عافيه. اوكي، فحنزلكم هاليومين الشرائح هاي خلص هي المعتمده، لكن الشرائح اللاحقه بدي اعمل عليها بعض التعديلات وانزلها لاحقا في الاسبوع القادم. هي هبه بتحكي صحيح، انا حذفت الماده الترم اللي راح وفعلا في تعديلات، صحيح هبه في تعديلات. اوكي، فانتوا بس اعتمدوا على الله، ثم اعتمدوا على الشرائح وعلى شرحي، وكل اموركم تمام باذن الله تعالى. الى اللقاء الاسبوع القادم باذن الله تعالى، في امان الله.